السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع اسمه MEQR. الموقع ده عبارة عن ايه؟ ان انت تديله ملف PDF فيديك QR. اول ما تعمل لها سكان الملف PDF يتحمل، او تديله لينك، او تديله واي فاي، او تديله ايمج، او في كارت، او اوديو، او واتساب. كمان موجود ابلكيشن، موجود على الاب ستور، وموجود على الجوجل بلاي، وفكرته سهلة. وتقدر حتى تحط صورتك جوه الكيو ار، او صورة الشركة، او اي لوجو انت عايزه. ودي اشكال كتيره جدا بيقدر ان هو يختارها، ودي انواع كتيره جدا. يعني ممكن تعمل كيو ار لجوجل مابس اللي يعمل سكان يلاقي الخريطه، التليجرام، السناب شات، تيك توك، كل الحاجات دي موجوده بشكل سهل وجدا وبسيط. هنشوف مع بعض مثال. ممكن تعمل كارت بالشكل دوت وعليه الاسم والتليفون وكل حاجه. طيب قبل ما نتكلم ازاي، تعال نشوف السعر. في نسخة مجانية فيها شوية إمكانيات كويسة، تمام أهي، وأنليمتد وكل حاجة. وفي واحدة تانية بستة دولار في الشهر. طيب كل اللي أنا هعمله إن أنا هعمل لوج إن، أو حتى ممكن تقول له كيو كريت كيو آر، وبعد كده لما تختار تقول له اعمل الحساب. أنت عايز تعمل إيه؟ لينك أو بي دي إف أو تكست أو إيمج أو أو أو. ولو قلت له شو مور هيوريك حاجات كتير قوي. اختار اللي أنت عايزه. ممكن تعمل فيديو مثلا، اللي يعمل سكان يبدأ ان هو يحمل الفيديو. طيب انا عايز مثلا اقول له في كارد، يعني عايز احط المعلومات الخاصة بيا. اي حد يعمل سكان يجي له معلومات كتيرة جدا، تمام. طيب فبيقول لي اختار التايب، فهقول له مثلا ميك في كارد بيج. هبدأ اكتب اسمي، والمعلومات بتاعتي، ولو عندي صورة أحملها. بالشكل دوت. وبعد كده بقى التليفون. تمام. تختار بقى الكود. الايميل بتاعك، الادرس، الويب سايت، الكومباني نيم، الجوب تايتل، كل الحاجات دي. وبعد كده تقول له كاستمايز وداونلود للكيو ار. فانت عندك كده كيو ار ممكن تحطه باي شكل من الاشكال. ممكن تقول مثلا ديت اي شكل منهم، هيبدا الكيو ار ياخد نفس الشكل دوت حسب بقى المجال بتاعك. يعني حاجه انت شغال في الاطفال ممكن تحط دي. الكالرز، اللوجو اللي انت تحطه في النص هنا، ممكن ترفع اي صوره انت عايزها تبقى شكلها جميل جدا. وبعد كده ممكن تحمل الصوره دي كبي ان جي او سي اف جي. فمن رأيي الموقع ده ممتاز جدا، لأن في مواقع كتيرة بيبقى فيه لازم مصاريف، مفيش حاجة للتجربة أو كده. تمام، بيديك إن أنت تحمل الـ QR زي ما أنت عايز. ممكن تجرب وتعمل سكان للعلامة اللي موجودة في الفيديو وتشوف هيفتح معاك الصفحة بتاعته ولا لأ.